تحياتي لكم أحبي طاهر حسون، وأتمنى أن تكونوا بصحة جيدة. أخوكم أبو غيث، أهلا وسهلا بكم. وموضوعنا اليوم فوائد السوم لطائر الحسون، حيث يعتبر السوم مضاد حيوي كامل وشامل، ويعتبر السوم مطهر للمعدة وأيضا لعلاج السموم، ومن فوائده طارد للدود ومساعد على الهضم ومشاكله، وأهم شيء فيه يقضي على أغلب الفيروسات التي تصيب الطيور ومنشط الذكور في حالات الإنتاج والإخصاب. وأرجو الانتباه أخواني، الأكسام من السوم يعمل على انتفاخ البطن وفقد شهية الطائر وعدم الالتزام بالجرعة، يحدث تهيج لجدار المعدة. الحذر والحذر أخواني. هناك طريقة استعمال لصلع الطيور، أخذ حبتين من السوم، نقوم بطحن حبات السوم ليخرج ماءها، ونقوم بدهن المكان الأصلع والذي يصيب الكنار والحسوم بماء السوم مرتين في اليوم صباح ومساء لمدة 5 أيام. سنلاحظ أن الريش الطائر في مكان الصلع بدأ ينبت، ونعيد الكرة مرة أخرى، ثم لم تكن نتائج جيدة. ومن المستحسن أن يكون السوم الأحمر بدلا من الأبيض، لأن الأحمر له فعالية عالية أكثر من السوم الأبيض. وكما تشاهدون في الفيديو أخواني، وضعتها في الماء، والآن الطائر سيأتي ويشرب منها، وهذا سوف يفيد المعدة. وأرجو الصحة والدوام لجميع الطيور وأخواني ومحبي طائر الحسون في سويسرا. وهذه الفراخ عمرها الآن 4 شهور وبدأت في غيار الريش. سنقوم بتقديم فيديو عن موضوع غيار الريش والغذاء الكامل لهم. وأخيرا أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم معنا، وشكرا لكم على حسن المتابعة.